إنه هنا، لقد وجدته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. أننا كدرنا عليك تأملاتك الخاصة. لا يا ولدي، بالعكس، جئت في الوقت المناسب. يا لها من رحلة لا تنسى يا أبي. هل تذكر يا أبي يوم قررنا الحج في العام الماضي؟ نعم، حين قررنا أن نجيب داعي الله. أتذكر حين طلبوا منا أن نقوم بالفحص الطبي. هذه هي الصورة حين قمنا بالفحص قبل السفر بأسبوعين على ما أذكر، ويومها تم تطعيمنا ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا. الحمد لله، بالفعل كانت تلك اللقاحات لمصلحتنا، وزيارة الطبيب من أهم ما قمت به. يومها كنت خائفا عليك من مرض السكر الذي تعاني منه، وطلبنا من الطبيب تشخيصا كاملا. هل تذكر يوم ألزمتني باصطحاب أدويتي بكميات أكثر من كافية، وكنت مصراً على أن آخذ زيادة احتياطية من الدواء؟ نعم أذكر. شعرت يومها أنك تعاقبني. لم يكن عقاباً يا أبي، إنه الفعل الصحيح، وحبي لك كان أكبر من أي شيء. موسم كالحج يجب أن نستعد له أيما استعداد. ألا يذكرنا ذلك بالآخرة؟ وكيف يجب أن نستعد لها بكل ما يمكن؟ صدقت يا والدي، الحج أقرب ما يكون سفرا إلى الله بكل ما يتاح، ويجب علينا التجهز بزاد يعيننا على السفر الطويل. أراكما نسيتما دوري. هل تدرك يا محمد حجم الدور الذي قمت به؟ الآن ستجعلين من نفسك بطلة الرحلة؟ تفضلوا إلى صالون الجلوس. بالفعل أنا البطلة، لكنك ستعرف ذلك حينما تنتقل إلى غرفة الجلوس. لقد جعلت رحلتكم بحمد الله سهلة وميسرة، ولم أهمل تجهيز حتى أبسط المتطلبات. نعم والله يا ولدي، لقد كانت زوجتك بطلة الرحلة. إنها ليست ممرضة فقط، بل هي حكيمة وامرأة فطنة تجيد التدبير. كيف؟ دعها تخبرك عما فعلته من أجلنا. في البداية طلبت من ولدي مراد أن يدخل إلى موقع وزارة الصحة السعودية ويستخرج كل الطلبات والإرشادات الصحية. لقد اختصروا علينا الكثير من العناء، وبينوا لنا ما يجب عمله قبل الذهاب لأداء فريضة الحج، وماذا علينا أن نصنع أثناء الوصول وخلال أداء مناسك الحج والعمرة للحفاظ على صحتنا وتأدية المناسك ونحن بصحة وعافية. لقد وضحوا كل الأمور، إنه غني بالنصائح والتوجيهات. لقد قمت بتحضير كل ملابسكم والأغطية المناسبة من القماش الخفيف والمناشف النظيفة، أيضاً كل مستلزمات التنظيف والمناديل. حاولت ألا نفتقد أي شيء قد نحتاجه، وبالذات المستلزمات الشخصية مثل معاجين وفرش الأسنان، ولكل واحد منا على حدة، وكريمات الشمس المرطبة والأدوية المسكنة للآلام ومطهرات الجروح والشاش الطبي وأمواس الحلاقة ذات الاستخدام لمرة واحدة. هي ما كل هذا؟ أخبره يا عمي عن أهمية هذه الأشياء وكيف كنا نحتاج إليها كثيرا. بالفعل يا ولدي، أنت شاب وربما لم تشعر بما شعرت به من أهمية كل هذه الأشياء. لم أفتقد شيئا كنت أحتاجه، حتى أدوات الحلاقة الصحية. ولعلك تذكر يوم كنت تحلق لي بتلك الأمواس الصحية ذات الاستخدام لمرة واحدة. إنها يا ولدي مما أحضرته زوجتك الحكيمة. أما أنا فقد ذهبت إلى الحلاق.
يومها لم أسمح له أن يهمل أبداً في موضوع النظافة والعناية بالحلاقة، فقد طلبت منه استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد وتنظيف يديه وتطهيرها بمطهر اليدين. هل تعلم أن إهمالك لذلك قد ينقل لك أمراضاً خطيرة كبعض أنواع التهابات الكبد الفيروسي؟ وربما مرض الإيدز عافانا الله منه، يجب على الحجاج أن يكونوا حذرين في ذلك. زوجتك رائعة يا ولدي، وهي بالفعل بعد الله سر نجاح رحلتنا إلى الحج. يا الله يا معين، أدام الله سعادتك يا أبي، لما تضحك؟ هي تدري يا ولدي، الحق أقول، لقد تعلمت منها عندما كانت تمنعنا من أكل أي فاكهة غير مغسولة جيداً أو غير طازجة. لقد كانت تقرأ تاريخ وصلاحية وبيانات كل علبة قبل شراء المعلبات. يوه، وكأنها مسؤولة الرقابة في البلدية أو بوزارة التموين أو بالتجارة. لقد أتعبتنا بالتحذير من الباعة المتجولين ووجبات الشوارع، وكانت تصر علينا بالنظافة والاستحمام دائما والتحذير من الأكل بدون غسل أيادينا بالماء والصابون. نعم، نعم، لكنني التزمت بغسل يدي أثناء الحج يا ابنتي، مهما كنت مستعجلا أو جائعا. اغسلوا أيديكم قبل الأكل وبعد الأكل وبعد الخروج من الحمام وعند العودة إلى المخيم وبعد العطس وعند السعال وبعد رمي النفايات. معك حق، فنظافة البدن والنظافة الشخصية عموما ونظافة اليدين مهمة. الأطعمة المكشوفة في الحج عدو مبين، لقد رأيت الكثير من الحجاج تصيبهم النزلات المعوية والأمراض ويستفرغون ويعانون. كان يجب أن يغسلوا أيديهم بالماء والصابون دائما. ما المشكلة في نظافة اليدين؟ ليست نظافة اليدين، فهناك عدد من الحجاج أصلحهم الله، كانوا يقومون بحفظ بعض الطعام في أكياس أو صحون لعدة ساعات. صحيح أنهم كانوا يغطونها من الذباب والحشرات، لكنهم كانوا ينسون أنه بمجرد مرور ساعتين عليها تبدأ الجراثيم بالانتشار فيها وتتحول إلى أطعمة مصممة، والأفضل أن يتخلصوا منها مباشرة حتى وإن غلفوها جيدا. تلك أيام نحتاج فيها لصحتنا حتى نتفرغ للعبادة بسكينة وطمأنينة وبلا آلام أو أوجاع. يا لها من رحلة لا يمكن أن تنسى ما حييت. في هذا الألبوم كل قصتنا منذ ابتدأت الفكرة، لقد حرصت أن أوثق كل شيء بالصور، ولكل صورة حكاية. هل تحبون أن نتذكر الرحلة؟ نعم، نعم، سيكون ذلك ممتعاً. هل تتذكرين يا رجاء كيف كنت تدعين الله بإلحاح أن يرزقك بطفلة تكون أختاً لمراد؟ يا الله، لقد دعوته ولم أفقد الرجاء، والحمد لله. إذا لم يكن لديه منديل فعليه أن يعطس على أعلى ذراعه هكذا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر. نحن الآن نقترب من الميقات، يمكنكم لبس الإحرام وعقد النية للحج، وتقبل الله منكم حجكم وعبادتكم. لبيك اللهم حجا وعمرة. آخر من استحم يا مراد، أحسنت بتنظيف جسمك، ولكن أسرع. عليك أن لا تحمل الكثير من الأشياء التي قد تعيق حركتك وتتسبب في مضايقة الآخرين. يا ولدي، إنهم حجاج بيت الله القادمين من شتى بقاع المعمورة، الازدحام ينقل الأوبئة، ولربما كان هناك مصابون وحينها تقع العدوى، فالكمامة وسيلة تساعد في الحماية من انتقال العدوى، والله يحمينا. لكن طبعا لا تنسى استبدالها بين الحين والآخر وفق إرشادات الجهة المصنعة حتى لا تتراكم عليها الجراثيم والأوساخ، ثم عليك بنزعها من رباط الأذن هكذا حتى لا تنقل الجراثيم والأوساخ على يديك. هاي أبي،
السماء ساطعة الشمس والجو جميل، لا يبدو أنها ستمطر. ومن قال إنها لأجل المطر؟ إنها مظلة فاتحة اللون، إنها مناسبة لتقيك أشعة الشمس. لكن الشمس لا تبدو حارقة، وحتى إن أصبحت لاهبة فأنا أستطيع تحملها. التعرض الطويل لأشعة الشمس يعرضك لضربة شمس قاتلة، هيا خذها وكف عن الجدل. خذوا الماء، اشربوا منه قدر الإمكان، ستتعرقون كثيرا، والمياه تساعدكم لتعويض سوائل الجسم. أمي، لست عطشا. ضعها معك ولن تستغني عنها. حاضر. أين سهر إبراهيم؟ لقد اتصل بي وأخبرني بالهاتف أنه سيأتي للغداء معنا اليوم. لقد وصلت. كنا بانتظارك أيها الغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. والسلام عليكم. ما هذا الكل باستقبالي؟ أنا رجل مهم؟ لا تبالغ، كنت هنا قبل يومين. جدي العزيز الحاج سليمان، ما هذا الشرف؟ لم يخبرني أحد أنك ستأتي اليوم. سهري مراد، كنا نتحدث عنك للتو، ليتنا تمنينا المال، ربما تكون لحظة إجابة ربانية، فلتدع الله يا رجاء بطفلة جميلة. ما هذا الألبوم؟ كنا نتذكر رحلة الحج في العام الماضي. أيام جميلة وبلاد رائعة لا تنسى. سوف أذهب لتجهيز الغداء. هاي، ما هذا يا رجل؟ دعني أشاهد ألبوم صوري هنا. سأضعه كما كان أمام والدي لنتمكن جميعا من مشاهدته. هيا اقترب يا صهري العزيز، إنها لحظات لا تنسى يا والدي، ونحن نشعر بكل هذا القرب من الله. ماذا حل بك يا رجل؟ إنها صور التقطها مراد أثناء ضياعه منا. لقد تذكرت يوم فقدناه في المشاعر المقدسة. كان شعورا مرعبا أن تفقد عزيزا عليك وسط 3 ملايين شخص. ما هذا؟ أين خيمتنا؟ يا الله، ساعدني لأتذكر. قمنا بتبليغ المطور، ثم مسؤول الحملة، ثم بلغنا الجهات المختصة، وقد تجاوبوا معنا جدا. يا رب، يا رب، كيف سأجد أمي وأبي؟ لقد أدركت حينها قيمة الماء، ولماذا كانت أمي تصر علي لآخذه؟ احذروا الباعة المتجولين، إياكم والأكل من وجبات وعصائر الشوارع، إنها غير نظيفة وقد تصابون بتسمم غذائي. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. يبدو أنك قد ضيعت عائلتك. لا بأس، سنجدها بإذن الله. دعني أرى هذا السوار أول، سيساعدنا كثيرا. السلام عليكم يا أهل الخيمة. من ينادي؟ يا إلهي، لقد عاد، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، عاد ولدي، عاد مراد، الحمد لله. لا أعرف كيف أشكرك، لكنني أدعوك لتناول العشاء معنا. العفو، لا أستطيع، لدي الكثير من المهام ويجب أن أكملها. نعم، لا أنسى ذلك الموقف، لقد تعلمت منه الكثير. أمضينا تلك الليلة في الشكر لله والتسبيح. اللهم ارزقني طفلة جميلة، لقد طال انتظاري لها، ارزقني ابنة تكون قرة عين لي ولزوجي. ما هذا الصوت؟ إنه صوت مراد، متى وصلت ودخلت بيننا؟ لقد وصلت من قبل، حتى أنني غيرت ملابس المدرسة وأتيت إليكم. كنتم تقلبون الألبوم، وحين وصلتم إلى صورتي بدأت أحكي ما جرى لي في ذلك اليوم. لقد عشنا تلك الأحداث من جديد، أنت ترويها ونحن نقلب الصور. يكفي قصصا اليوم، ولنحمد الله أن عدنا من الحج بلا أمراض، لأننا تقيدنا بكل الإرشادات والتوجيهات الصحية. هيا إلى غرفة الطعام.
كان ذلك بفضل جهودي في البحث عنها في موقع وزارة الصحة السعودية. إنه كأمه يشيد بنفسه دائما. للعلم ليس من السهل أن تعود من بين كل تلك الملايين بلا عدوى أو إصابة. سأضيف شيئا مهما جدا، فوزارة الصحة السعودية تبذل كل طاقتها للعناية بالحجاج، والباقي علينا نحن كحجاج، فيجب التزامنا بتلك المتطلبات الصحية. ما أكرمك يا الله.